مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير. أهلا ومرحبا بكم رفقة وتلاقي جديد عبر ظلال الأصيل. نلتقيكم اليوم في هذه المساحة الجديدة وهذا المساء المختلف من خلال فقراتنا الجميلة اللي أعدت من خلال اليوم. أنا بقول جميلة لأنه بالتأكيد يوم الأحد وتيم الأحد تيم مختلف، ودائما بقدم المعلومة والفائدة للجميع من خلال هذا المساء. وأولى فقراتنا اليوم مشاهدينا هنتكلم فيها عن المعارض التشكيلية في السودان، وحيكون عندنا فيها ضيف مختلف حيتحدث لنا أكثر عن هذه المعارض. وفقرتنا الثانية مشاهدينا الكرام علاقة الطب النفسي بالشرعي، برضو حيكون عندنا اختصاصي نفسي من خلال هذه الفقرة حنتحدث أكثر. وحنختم مشاهدينا بواحدة من الآلات السودانية الجميلة الشجية الربابة، وحيكون معانا ضيف مختلف وحنقضي بإذن الله تعالى يعني لحظات جميلة من خلال ظلال الأصيل والابتدارة. مشاهدينا الكرام كالعادة نجمع بين الكلمة واللحن، وخلوني في المساحة دي يعني أنتهز الفرصة وأتمنى الشفاء العاجل للفنان التاج مكي الذي ألمت به وحكة صحية ألزمته الفراش الأبيض بمدينة أبو ظبي، مع تمنيات كل تيم ظلال الأصيل لهذا الفنان الجميل كل الشفاء والتسامح. واحد من المساحات الجميلة اللي احنا دائما بنخليها في حياتنا ودائما بتنور حياتنا. إسحاق الحلنقي كتب هذه القصيدة ولحنها وأدى التاج مكي. في وطن واحد موحد لا انفصال لا عنصرية، بالسلام والوحدة نبني دولة متحدة وقوية، دولة تؤمن بالمبادئ وراضية حكم الأغلبية، وكل ذول حقه يفهم السودان قوي. والاعذار تجيك مني، وبعد الليله ما ممكن اسيبك تاني تظني، اتعودت كم تغلط الاعذار تجيك مني، وبعد الليله ما ممكن اسيبك تاني تظني، اخضع ليك ما بخضع وما برجاك تألمني، ضع ليك ما بقطع وما برجاك تألمني، ضع
عليك ما بخضع وما برجاك تقلبني هغليك كيف عمرك انت ما حسيت جمال فني قريت من بدري وقلت اول مره سامحتك ثاني مره سامحتك ثالث مره سامحتك عاشر مره سامحتك دايما جينا بالطيبة نخلي فراق بالمعروف ولا بيه